اجينا طرحنا فكره بمواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك والانستغرام، سوينا كيكه على شكل كمام او ديتول ومعقمات. زين طرحنا الفكره، شفنا الناس عجبتهم الفكره وصار عليها اقبال كلش قوي هاي الفكره. سوينا هذا العمل حتى نوعي الناس ونذكرهم بطرق الوقاية من الفيروس من خلال لبس الكمامات والاستخدام المعقمات لحد ما ينتهي هذا الفيروس إن شاء الله من العالم. كل سنة احنا نسوي عيد ميلاد اختي الصغيرة حفل كبير وقرايب وعائلة، بس هالسنة بسبب الازمة اللي دنمر بيها بسبب فيروس كورونا قررنا نسوي حفل صغير. شفنا الفكرة على الفيسبوك، رويال حلويات رويال كان مسويها انه كيكة وكمامة وديتول، فعجبتنا كلش الفكرة ودعمها لارشادات ومنظمة الصحة قررنا نسويها بيناتنا حفل صغير.